أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نفتح الدلفي ونكمل ما بقي من عملية، والتي قلنا سوف نستخدم عملية البحث. لدينا لقد اخترت طريقتين من كثير من الطرق من عملية البحث. قبل ذلك لقد قمت بعملية التنسيق على البرنامج السابق، نسقت في الإديت، أخذت مسافة ضيقة عليها هكذا، نظمتها مثل هكذا، رفعت الإيماج في الأعلى هكذا، ووضعت تلك العناصر من الأسفل لأنها غير مرئية هذه العناصر. الآن نبدأ بعملية البحث. الطريقة الأولى نختار بانل من القائمة، ستاندر، نضع بانل، ننزع الاسم كابسيون، ثم نضيف إليه عنصر جديد هو راديو أو جروب بوكس هكذا. نكتب في الكابسيون، نكتب بحث، هو عملية البحث، حسب، نضع نقطتين هنا، نقطتين أتت على اليسار، سوف تأتي من هنا، لا تأتي على اليمين، سوف نضعها على اليسار هكذا. نعطيها الخط نوعا ما كبير نوعا ما هكذا لكي تظهر، نتركها هكذا. نحتاج كذلك لراديو بوتون ثلاث عناصر، نضع العنصر الأول والعنصر الثاني والعنصر الثالث. في هذه العملية نعطيها ثلاث خيارات، هي تكون على النحو التالي، مثلا يبحث على حسب الرقم أو حسب الاسم أو حسب اللقب أو حسب الاسم، نختار ثلاثة، أو يختار إنسان حسب التاريخ الميلاد أو حسب الكود على حسب الخيارات التي يختارها. نحن سوف نختار هاته الثلاث، هذه تحتوي على أرقام مثلها مثل داتو، يحتوي يعني تكون أرقام ثابتة. أما هنا الأسماء فهي حروف، يعني حتى في عملية البحث عندما يقوم ببحث مثلا الحرف الأول الحرف الثاني الحرف الثالث على حسب عملية البحث. هنا نضيف إليهم إديت، هكذا ننسق بعض الشيء، إديت نضعها مثلا هنا هكذا للكتابة عليها، إديت نحذف تكست نضعها فارغة هكذا. إذن راديو بوكس نعطيه الاسم نيم، يعني يبحث حسب النيم، هكذا. راديو بوكس 2 يبحث حسب النوم، وراديو 3 يبحث على حسب برينوم. هكذا
نسيغ بعض الشيء هكذا تكون متساوية المسافات. هنا هذه الحالة عندما نكتب في إيديت لنضع الكود، عندما نكتب في الإيديت هنا الرقم أو النوم اللقب أو الاسم، إذا وضعت اللقب يبحث لي، نكتب اللقب هنا يبحث لي حسب اللقب، إذا كتبت إذا وضعت البرينو يبحث لي حسب البرينو حسب الاسم، هنا حسب الرقم. إذا نضغط ضغطتين على إيديت في هذه الحالة أي شونج أي تغيير في خانة الإيديت يعطي لي الشيء الذي نبحث عنه. هنا نأخذ الكود وثم نشرحه، نحتاج هذه فقط هكذا، نضع الكود ثم نشرح. هنا في هذه الحالة لدينا إذا كان راديو بوتون شاكت، يعني راديو بوتون كما نرى هذا هو راديو بوتون، الخاصية شاكت هاتي. هنا تعطينا فورس، إذا كانت معناها ترو، تعطينا هنا ترو عندما نضع عملية الشرط. في هذه الحالة إذا قلنا راديو بوتون شاكت يعني راه أخذ ترو، شو نقول له if edit، نحن لدينا edit واحد، هنا edit لدينا edit واحد، if إذا كانت الشرط داخل شرط، هنا شرط داخل هذا الشرط، يعني عندما نعطي ترو لبوتون A في هذه الحالة إذا كانت edit تختلف عن الفراغ، يعني أنا أعطينا لها قيمة معينة، في هذه الحالة طبقنا ما بين begin وأنت، وما بين begin وأنت هنا تتم عملية البحث، يعني إذا كانت فارغة لا يوجد بحث، إذا لم تكن فارغة معناه هناك أحرف أو هناك كتابة يعطي لي البحث عن تلك الكتابة. تلك الكتابة كيف تكون؟ add table A field 3. هنا عملية التصفية كيف هي؟ سوف نشرح قليلا. عملية التصفية عندما نذهب إلى add table، هذا add table field 3، هذه field 3 عندما تأخذ true، هنا عندما تأخذ ترو تقوم بعملية التصفية. التصفية وين؟ في الجدول، هنا التصفية في عملية الجدول. هنا في الفلتري في هذه السياقة يأخذ نقطتين يساوي، نفتح القوس، ما بين فاصلتين علويتين، يعني هنا الحقل، عندما نكتب ما بين فاصلتين علويتين يقصد به الحقل. وفي هذا الحقل هو لا يكون، يعني ليس لدينا الرقم وإنما لدينا نوم، نحن سميناه الحقل نوم، نكتب نوم هكذا، نوم يساوي، يعني الحقل الرقم نضع قيمة يساوي، لأنه رقم ما فيه لا، يعني لا بالتقريب ولا، فهو عملية تساوي، نغلق الفاصلة العلوية زائد كاوتد استير، وهنا الإضافة التي القيمة، نستطيع أن نقول القيمة أو العنصر المكتوب في إيديت A، هنا إيديت A يعني القيمة اللي موجودة في إيديت A وبتحويلها إلى استير، يعني إذا كانت تساوي تلك القيمة اللي في الحقل هو add table.
في حالة مساواتها يخرج لنا يظهر لنا التصفية، تصفية الجدول. إذا كانت لا توجد تصفية، لا توجد المساواة، لا تظهر لنا القيمة. يعني المساواة ما بين حقل الجدول والشيء الموجود في إيديت تكست، وهذه العبارة زائد كاوتد أستير افتح قوس إيديت تكست نغلق القوس تاع إيديت ثم نغلق القوس تاع الفلتري الأول ونضع فاصلة منقوطة. بعد هذه الجملة الأولى نقول ادو تيبل ا فيلتري تأخذ ترو، هنا نعطيها ترو لأن لا أخذ أمر لولا فولس، هنا نعطيه ترو. أنت تلك هاته لقد قام في هذه العبارة، قام بعملية تصفية في الحقل نوم. ألس يعني إذا كانت العكس، وشني العكس؟ هي عكس إيديت تختلف عن الفراغ، يعني تساوي الفراغ. في هذه الحالة إذا كانت تساوي الفراغ يعني لا يوجد شيء، نقول ادو تيبل فيلتريد تأخذ فولس. هذه الحالة الأولى، عملية التصفية في الحقل الأول والذي يأخذ راديو بوتون الشيكت الأول. نذهب إلى إف بعد ما يخرج من الألس، نذهب إلى الشرط الثاني إف إذا كان البوتو راديو بوتو 2 شيكت ثان. ما الذي يفعله؟ إيديت هكذا تختلف عن الفراغ مثل الأولى، نفس العبارة ونفس، ولكن هنا تأخذ، نقول له نوم لايك. هنا ليست مساواة ولكنها هنا تأخذ بالأحرف، يعني الحرف الأول، الحرف الثاني، الحرف الثالث، يعني نستطيع أن نقول شبيه نوم، يكون شبيه، يشبه يعني يطابق الأول مع الحرف الأول مع الأول، الثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث، وهكذا. مع من يطابق؟ مع إيديت أ. إيديت أ الموجودة في داخل إيديت أ نستعمل عبارة كوتت أستير داخل عبارة إيديت أ، مقارنتها مع الحقل نوم الموجود في التيبل أ، زائد تلك هذه النجمة، زائد ما بين فاصلتين علويتين تلك النجمة، هذه تعبر عن أنها عندما تطابق بالحرف. إذا لم نستعمل الجملة هذا الرمز النجمة، لو أغلقنا القوس هنا سوف يطابق بالكلمة، كلمة كاملة، وتلك الكلمة يجب أن تكون مكتوبة كاملة بالحرف الواحد، يعني يطابق كلمة بكلمة، وتلك تكون عملية البحث نستطيع أن نقول أنها ناقصة. يجب أن تكتب مثلا محمد، يجب محمد. إذا كتبت أم أو أش مثلا لا يعطيك نتيجة، ولكن عندما نجعل النجمة تكون بالحرف، إن استعملت أم أو أش يعطيك جميع الكلمات التي تبدأ بالأم أو أش. إذا أعطيت أم أو يعطيك جميع الكلمات التي تبدأ بالأم أو، إذا زدته حرف يعطيك بثلاث حرف أو أربع حرف. هذه الرمز هو له فائدة كبيرة. نقلق القوس هذا الأول ونقلق القوس الثاني ونضع فاصلة منقوطة. نفس الطريقة نعطي الادو تيبل فلتري ترو، أند تنتهي هنا الشرط الأول. ألس عدم يعني تساوي الفراغ، نقلق عملية التصفية. نذهب إلى الراديو بوتو الثالث كذلك نفس الطريقة، نعطيه أ يختلف، وهنا نعطيه برينوم كما أعطيناه في برينوم ثاني، كذلك يبحث عن طريق الأحرف وهي كتابة بالأحرف هكذا، زائد نجمة وكذا نفس الطريقة. أند يعني تنتهي هنا أند. نرى هنا بيجن يعني إف تنتهي هنا ألس
ألس انتهت هنا هنا يعني هنا هاته لا توجد أن نحذفها هكذا. إذا نحفظ الملف ونطبق هكذا. إذا قلنا نبحث حسب إذا قلنا نبحث حسب الاسم سوف أضعه هكذا لكي نرى. إذا قلنا نفس حسب الرقم نضع هكذا. إذا قلنا له نكتب الرقم هنا مثلا أنا أبحث على رقم 11 أو هنا إعطالي 11 لو وضعت واحد لن تعطيك لأن هنا مساواة يجب أن الرقم يساوي الرقم الذي أبحث عنه هكذا. إذا مثلا أعطيته مثلا رقم مثلا 9 هكذا يعطيك الرقم 9 ها هو هنا يعطينا رقم 9 مثلا نعطيه رقم 12 هكذا واحد لا يعطيني إذا أعطيته 12 يعطيني رقم 12 ولنفرض أنها توجد قائمة كبيرة جدا جميع التي تكون لها رقم 12 يظهرها كاملة هنا يظهرها كاملة حتى ولو وجد تكرار هنا في عدد الأخر سوف يظهرها. هذه من ناحية الرقم. نذهب إلى عن طريق اللقب. اللقب هنا بالحرف كما قلنا بالحرف سوف مثلا نعطيه مثلا أنا أريد أن أبحث عن هذا الاسم. إذا كتبت مثلا جيف مجرد الحرف الأول يعطيني هذا الاسم. لو كان مثلا أعطيه جي آخر هكذا لو أعطيه حرف آخر سوف لا يجد الاسم هذا ليس لدينا هذا الاسم. إذا أعطيته حرف جي يعطيني جي. هنا مثلا نبحث أنا على الاسم مثلا أم أم أو اللقب أم 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 نضع أم هكذا لقد أظهر الحرف أم. نذهب إلى البحث عن طريق برينوم هكذا نعطيه مثلا أنا أبحث عن الاسم عفوا نبحث عن الاسم مثلا أنا أبحث عن عمر عمر هذا نكتب أ يأتي عمر لذا نحذف مثلا هل هناك حرف مشترك مثلا موسى ومحمد يوجد حرف مشترك أم. لو كتبت أم مثلا فقط أم يخرج موسى ومحمد. إذا أعطيته الأو أو كذلك مشترك تبقى هي. إذا أعطيته إي حرف الإي هنا يأتي واحد فقط لأنني يبحث حسب الحرف الثالث. لو حذفت الحرف هذا يعطيني يرجع الاثنين المشتركين يحتوي على حرفين متتابعين من نفس البعض. هذه أحسن طريقة التي رأيتها في عملية البحث الأولى وهي طريقة جميلة وفعالة تختار يعني يختار الحقول التي يحتاجها ويبحث هنا عن طريق نستطيع أن نقول له بحث دقيق وجميل. هذا ما لدي أن أقوله في هذا الدرس. إن شاء الله أنكم استفدتم على فكرة الطريقة الأولى لعملية البحث. وفي الفيديو القادم سوف نقدم لكم طريقة ثانية كذلك من عملية البحث. عملية الثانية التي تتمثل في على عنصرين إيديت A وإيديت إثنان يبحث مباشرة عن طريق الاسم واللقب وهما مرتبطين ببعضهما البعض. في تلك إلى ذلك الحين إن شاء الله سوف نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.